تعمل تورتايه في 10 دقايق هتكوني عاملاها ومخلصاها، وكمان بعد ساعتين ثلاثه كده تقدميها تحفه جدا. بينا نشوف تورتايتنا النهارده. النهارده هنعمل تورته الاناناس. عندنا ايه بقى؟ عندنا 2 باكيت جيلي اناناس من دريم، هنحتاج كوبايه ميه مغليه وكوبايه ميه متلجه، يعني كوبايتين، واحده بتغلي واحده متلجه. هنحتاج كمان كومبوت اناناس، وهنحتاج الميه بتاعه كومبوت الاناناس، وكريز مسكر. تمام. التورتايه نفسها هتبقى عباره عن ايه؟ سبونج كيك فانيليا وسيرب الكومبوت اللي احنا قلنا عليه. طبقه الكريمه هتكون عباره عن كوبايه كريم شانتي باودر خام، عندنا كوبايه من بودره الكريمه اللباني، كوبايه من سكر الباودر، ومعلقه كبيره من الجيلاتين الباودر، ومعلقه كبيره فانيليا، وثلاث كوبايات لبن متلج. دي كده طبقه الكريمه. عايزه اقول لكم كريمه بتطلع غنيه جدا ولذيذه جدا جدا، التركيبه كلها على بعضها بجد في حته تانيه خالص. تعالوا بينا نبدا بالكريمه الاول. زي ما قلنا احنا عندنا ثلاث كوبايات مختلفين، كوبايه كريم شانتيه باودر خام، كوبايه من الكريمه اللباني الخام، وكمان كوبايه من السكر البودره. يبقى كده حطينا 3 كوبايات مع بعض. هنحتاج ايه كمان؟ هنحتاج الجيلاتين، الفانيليا والحليب. طيب الجيلاتين هنعمل فيه ايه؟ هقول لكم دلوقتي. طبق غويط كده هفضي فيه معلقه كبيره من الجيلاتين البودر، واحط عليها ميه، وابتدي بقى ايه؟ اقلبها مع بعض كويس علشان حبيبات الجيلاتين تبتدي بقى تنفش معانا. دي كده هتكون اول خطوه لازم اعملها الاول، وبعدين نكمل مع بعض بالشكل ده. طيب تعالوا بينا بقى. حطينا زي ما قلنا كريم شانتيه خام، كريمة لباني، سكر بودر، احط عليهم 3 كوبايات لبن متلج، ومعاهم الفانيليا، ونجيب المضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بدات الكريمه تربط اهي. تعالوا بينا بقى نزود ايه؟ الجيلاتين. بصوا الجيلاتين لما حطيناه الميه وسبناه، بصوا بقى عامل ازاي، شايفين القوام بتاعه اهو، بصوا تقل. هبتدي اضيفه هنا، وده بقى اللي هيخلي معايا الكريمه لما تخش بقى التلاجه تتماسك كده وتعمل لي طبقه محترمه ما تفكش وتسيح مننا بسهوله. بصوا بقى معايا قوام الكريمه بقى عامل ازاي، بصوا شايفين قوام تقيل مش سايل خالص، وده المطلوب.
زي الفل. بينا بقى نشتغل. خلاص خلصنا الكريمة، في حاجة كمان هنعملها، هنعمل مع بعض الجيلي بتاع دريم. وجيلي دريم زي ما قلتلكو، دريم عملنا السنة دي 11 نوع مختلف من النكهات للجيلي. يعني عشان تبدعي بقى طول الصيف وتعملي حاجات مرطبة لأسرتك بفواكه كتيرة جدا ومتعددة، احنا النهاردة هنستخدم مع بعض جيلي الأناناس من دريم. فين كوباية الماء المتلجة يا جماعة؟ طيب أنا عندي هنا 2 باكت من الجيلي، جيلي الأناناس من دريم. يعني السنة دي احنا دخلنا الجيلي في كذا وصفة للحلو، بصراحة مميزة جدا، سواء بقى آيس كريم ولا ترايفل ولا كيك ولا تورتة. فبصراحة الجيلي السنة دي كان معانا بطل في الصيف. صراحة الصيف حر جدا السنة دي، فمحتاجين حاجات مرطبة كتير. انا فضيت كده الجيلي، هحتاج بس كوباية من المية المغلية. تمام، المية بس على بال ما تغلي، عشان ضروري المية تكون سخنة عشان تدوب معايا الجيلي. تعالوا بينا نسكن مع بعض الكيك في القالب. هجيب قالب تشيز كيك، ولا هدهنه حاجة ولا احط فيه حاجة ولا اي حاجة خالص. اي سبونج كيك، اي كيكة فانيليا انت عاملاها، حتى لو بواقي كيك، يعني هنحط شرايح من الكيك، اي حاجة متوفرة عندك. كيكية عملتيها وما عجبتكيش فنعيد تدويرها، اهم حاجة يبقى عندي طبقة كيك في أرضية القالب بالشكل ده. وعلشان أخلي الكيك ليها طعم حلو وتبقى مترطبة كده ولذيذة، فتعالوا بينا بقى إيه، إحنا جايبين كومبوت أناناس النهاردة، فهاخد المية اللي بتبقى في الكومبوت وابتدي بقى أوزعها على الكيك عشان نطريه وفي نفس الوقت نحليه ونديله طعم حلو. خلي بالك من الأطراف لأن أكتر حتت بتبقى ناشفة، فظبطيها كده توصي بيها. يعني بديل لو انا عايزه اعملها كله بس مش عايزه اجيب كومبوت اناناس مثلا، طيب ايه بديل الميه دي او السيرب ده؟ الشربات البسبوسه الخفيف خالص. تمام، هنحط نص كوبايه سكر على كوبايه ميه تغلي على النار واسيبها تبرد، وبعدين ابتدي اسقي بيها بالشكل ده. خلاص بس كده سقسقنا الكيك ورطبناه وبقى زي الفل. تعالوا بينا بقى ناخد طبقه من الكريمه اللي احنا عملناها. وهنا ضروري جدا يبقى قوام الكريمه، لو اتبعتي نفس المقادير هتطلع معاكي 10 على 10. قوام الكريمه تقيل، قوام الكريمه مش خفيف، ولسه كمان لما تدخل التلاجة الجيلاتين اللي احنا حطيناه هيخليها تربط اكتر واكتر، وناخد نتيجة زي الفل. طبقة حلوة من الكريمة. تمام، انا اكتفي بدول. عايزة بقى كيس حلواني يا جماعة والتب بتاعت الوردة ممكن. طيب كده خلاص عملنا بقى طبقة محترمة من الكريمة زي ما انتم شايفين كده. قفلنا تماما على الكيك علشان لما اجي احط بعد كده طبقة الجيلي ما تنزلش ابدا. واهم من كل ده ان انا لازم ادخلها التلاجة نص ساعة على الاقل، نص ساعة علشان تشد معايا، ولما تشد احط عليها هو احنا دلوقتي ممكن نحط عليها الفاكهه وهي طريه كده. تمام، عشان الفاكهه تمسك فيها، يعني لما تبرد كده والكريمه تمسك فتكون الفاكهه فيها فتبقى لازقه وما تقبش وتقوم معانا واحنا بنحط الجيلي بالشكل ده كده. لو عندنا بقى كريز ممكن نحط برضو في النص كده كريزاية ولا حاجة، برضو هتدينا شكل لطيف جدا اهو. ويلا على التلاجة تتماسك حوالي كده نص ساعة ونخرجها. نعمل ايه بقى؟ اقول لكم هنعمل ايه. كده خلاص المية غليت، هحط كوباية مية
على الجيلي الاناناس من دريم، وابتدي اقلبه وادوبه كويس قوي قوي في الميه السخنه اللي احنا حطيناها. والله على ريحه الاناناس، بجد الجيلي الاناناس ريحته خطيره. هقلب كويس عشان ادوب حبيبات الجيلي كويس جدا. احنا كده حاطين 2 باكت جيلي اناناس من دريم، حطينا عليهم كوبايه ميه بتغلي علشان ندوب الجيلي كويس قوي قوي والسكر بتاعه في الميه دي. قبل ما ابتدي احط لها كوبايه كمان من الميه المتلجه، اما اتاكد ان هي خلاص كده كله داب هبتدي اضيف كوبايه ميه متلجه. تمام بالشكل ده. ليه ميه متلجه بقى؟ علشان تخفلي من حراره الجيلي، ما احطهوش انا مولع كده وسخن كده على الكيك بتاعي، فلازم اسيبه يبرد. وكمان الميه المتلجه اللي احنا حطيناها خصوصا لو يكون ميه بتلج كده هتنزل تبرده على طول، فابتدي ان انا استخدمه مباشره. كده خلاص الجيلي بقى زي الفل. لو لقيتيه لسه سخن سيبيه يبرد، سيبيه يبرد. ليه؟ علشان لما ينزل على الكريمه ما يسيحهاش ويبتدي بقى يعمل لي حفر فيها وينزل لي على الكيك، وتقولي لي بقى ايه عملت التورتايه بس الجيلي نزل على الكيك وكله اتلخبط على بعضه. لو كل خطوه اخذت وقتها وعملتيها صح الدنيا هتبقى تمام. يعني لما تعملي الكريمه بالشكل ده تكون قوامها تقيل زي ما احنا عملناها، تحطي عليها الفاكهه وتدخليها التلاجه تبرد وتتماسك تمام، وبعدين تطلعيها تحطي عليها الجيلي بعد ما تبرديه، طبعا مش تبرديه تسقعيه فيجمد معاكي، لا يبقى بارد مش سخن، وتطلعيها بقى من الثلاجه زي بتاعتنا دي اللي طالعه من الثلاجه اهي، دي كده طلعت من الثلاجه وبخفه وبالراحه، وما تصبيش كده من البوله على طول، لا معلقه بقى كده ونتعامل بحرص بالراحه خالص، ونبتدي نصب الجيلي على مهلنا علشان ايه؟ علشان ما يعملش معايا حفر وينزل جوه الكيكه وما لاقيهوش على الوش بعد كده. تمام؟ انا قلت لك كل التفاصيل عشان تظبط معاكي تبقى 10 على 10. تاكلي بقى يا سلام، متخيلين بقى الطعم يا جماعه؟ كيكه كده مسقسقه بالسيرب بتاع الكمبوت وفوقيها كريمه غنيه وخطيره مع الشرايح الاناناس اللي فوقيها، واخيرا الجيلي بقى اللي هيسقع وهيجمد وهيدينا طعم مميز جدا. احنا النهارده استخدمنا جيلي اناناس من دريم، ودريم عندهم 11 نوع مختلفين. تقدري بقى انت تبدلي زي ما انت عايزه وتعملي الطعم اللي انت عايزاه، يعني عايزه تعمليها بالفراوله ماشي، بالمانجا ماشي، زي ما انت عايزه تقدري تنفذيها. وده شكلها بقى بعد ما خلاص بتطلع من التلاجة، ندخلها بقى التلاجة 4 ساعات كده تجمد تماما، الجيلي يطلع متماسك زي ما انتم شايفين بالشكل ده، خطيره. نقدر بقى نعمل لها وردات من الكريمه ونقدمها تحفة جدا جدا. جزء من الكريمة ونبتدي نروح على التورتاية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مطقمة مع كله النهاردة. أيوه. واخده بالي الحمد لله زي الفل. خلصنا خلاص تورتتنا النهارده وبالف هنا وشفا. يلا جربوا بقى وقولوا لي رايكم ايه، شكلها تحفه ما شاء الله.